وشايفك انك انت مستقر، وشايفك انك انت برضو فيها، بحس ان الثلاث كروت الجمع هدول مع بعض عشان انه انت عنيد. يمكن شايفك انه انت عنيد، انت شخص عنيد يا برج السرطان، ممكن عاندت مع هذا الشخص. وبرضو انا شايفة انك هو كان حاسس معك، برضو احساس انه كان حاسس معك بالاستقرار، كان حاسس حاله ملك، كان ثابت، كان يعرف وين يوجه خطوته بالضبط للاستقرار. هو كان شايفك انك انت معطاء، لانه هان شايف شخصيتك انت معطاء برضه، وانك طيب وحنون، ومشاعرك مش طفولية، مشاعرك حقيقية كالطفل اللي لما يحكي للام انا بحبك، معناته صادق الطفل وبحب، لانه الطفل بيعرفش يكذب، انه يعني يكذب على الشخص اللي بحبك وهو بحبش. يعني لما الطفل يروح لشخص ويحكي له مثلا انت بتحب، الطفل يكون خايف منه، بظهر مثلا ملامح بتظهر عليها الخوف وبيبعد عن هذا الشخص. فهو حسك انك انت كطفل حقيقي يعني، وكمان كانك كيف الطفل مولود جديد، ما بتحملش اي حقد اي كره لهذا الشخص، لا نهائيا. وشايفك انك انت قدمت له شيء حقيقي، عرض حقيقي، حب حقيقي، كنت معاه طيب لاخر درجه، وكنت معطاء، وكنت كمان لما تعطيه الفكره تعطيه اياه، بتعطيه اياه بحب، مش تعطيه مثلا بعنف او بكبر انك انت واو انت حليت له مشكله، لا. وكان شوف لما انت تحل له مشكله تعطيه الحل بطريقه عفويه وبطريقه حب وود. وكان يشوفك انت ودود كثير، يعني انت دائما بتحب تبدا معاه وبتحب تطمن عليه. هو شايفك انك انت انسان بتحب تطمن على الانسان اللي بتحبه. الطيبه تبعتك هي اللي خلتك دائما يعني توجه هذا الشخص للمسار الصح. هو شايفك انه انت دائما كنت توجه بطيب، مش بك يعني بانه انا خليتك تعمل كذا وكذا اشكرني، لا. انت كنت توجه من محبتك له، من حبك له. هو شايفك انك انت بعدين انت شخص موجك هادي، مش يعني عصبي او الايجو عندك عالي. هو شايف انه فيش عندك ايجو او يعني كرامة زائدة، لا. انت يعني بتروح وما عندكش مشاكل نهائيا في الاصلاح، يعني بتصلح يعني طيب من الداخل. هو شايفك يعني انت دايما بتبلش يعني انت بتجيش مثلا نحكي البيت والنايت، النايت دايما بيجي على حصان وماسك الكاسة قدامه وبيمشي خطوة خطوة، و شوي هيك انه هيني انا اجيت وافتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا هللولي اني انا اجيت. وانت لا، انت بتيجي على اجريك بكل طيب وخاطر وبكل تواضع، متواضع. ايوه انت متواضع، لما تشور عليك كنت متواضع، تشور عليه لما تبين له حبك كنت متواضع، كل تواضع تبين له كل شيء. شايفك طيب 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 لدرجة مبالغ فيها. شايف؟ وشايفك طيب طيب لدرجة رائعة. شايفك يعني انت اذا هو كان مثلا في غضب وفي قمة الغضب، انت بتطبطب عليه وبتعرف تعطيه حلول بالطيب. وشافك ان انت روحاني جدا جدا جدا، طيبتك روحانيتك عالية. شافك انك انت كمان اذا هو مثلا سبب لك اذى انت بتضل متسامح وبتترك الامور لله. وشافك انت مؤمن بالله جدا، انت مؤمن بالله بعضاء الله، وانت دائما مؤمن انه الحياة هي، او شافك خلال علاقته معاه شافك انك انت متساوي، مؤمن في المساواة واعطاء الناس حقوقهم، زي ما انت بتاخد لازم تعطي.
احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقة وانت كنت طرف ثالث وهو كان طرف ثالث عفوا، واحتمال انه شافك انك انت بتهتم برضو للماديات، بتحب تكون مستقر، ما بتحبش انه انت تحتاج حدا، بتحب تضل مستقر وما تطلب من حدا اي معاونة. وصار شكل طيب جدا جدا جدا. برج الأسد، برج العذراء والأسد في المرة. طيب بس هو زعلان هذا الشخص جدا على فراقه، هو عارف ان انت زعلت لانه دخل طرف، احتمال هو الميولة من ناحيته مش من ناحيته، كمان في حدا عرض عليك الحب لكنك انت خلاص سكرت قلبك لانه انت حسيت ان الحب لم انت مش مآمن في الحب، وانت مش حاسس بامان داخلي او مش مأمن لحدا يجي ناحيتك، انت اغلقت قلبك وخلاص، انت حكيت انا بزياده هيك خلاص كدت اني انا لسه طالع من تجربه، فاحتمال انه يكون في حدا عارض عليك الحب وانت خايف تقبله لانه انت مش مؤمن في الحب. هون بيقولوا لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب، انه الحب موجود والتسامح، تنساش انه لازم يصير تسامح لان الشخص شكلهم ابدع فيك، زهق من الاخر، زهق وانفجرت فيه، يعني انت كشفت حقيقته كليتها ورميته من البرج كله. يعني هو زي فهر خليك، يعني جبت يعني وصلت معك لمرحلة انه خلص اتسنا بكفي، انه لازم تحط الستوب وتطلع من حياتك. انا حس انه انت اكتشفت انه هو في علاقة. طيب ايه شو نواياه؟ نواياه دفول والخطوة تبعته توقف صور. نواياه هي البداية الجديدة، بلش من الصفر، بلش بداية جديدة نوية. بس شو هي البداية؟ بدنا نشوف ايش هي البداية. مش عارف بلش بداية وبده يروح. الشخص هذا نواياه يستقر، يستقر ماديا، احتمال انه اللي بينكم كان مشروع وهو خذلك في المشروع هذا، وانت كنت تعطي وهو ياخذ بس ما كانش يعطيك، فالشخص هذا نواياه ناوي انه يقدم لك عرض. بس خليني اشوف ايش خطوته. التو اوف سورد وانه بده يتباعد، الشخص بده يتباعد، بده يتوازن، استقر. طب خليني اشوف بس الشخص هذا شنو هي من ناحيه برج السرطان. شيء برجك انت السرطان، العقرب بالتالي تلاميذ، بيتباعد الشخص، نواياه وخطوته انه يتباعد. الشخص هذا بده يبلش رحلة جديدة في حياته، هي رحلة الاستقرار ورحلة انه يفوت بعلاقة، يجرب علاقة أخرى. الشخص هذا بده يشوف حياته، بده يعيش لنفسه. شكل الشخص هذا مش مسؤول، الشخص هذا مش مسؤول. شوف بس هو بنتظرك، انت اللي على فكرة، لانه هو شايفك
هون في عنا شايفك إنه النايت فانتك هنا شوف نوم هون طلعنا إنه هون هو شايفك النايت مستقر. على فكرة الشخص اللي بده يبلش بداية جديدة بيستقر زيك، هو بده يستقر زيك ويصير طيب زيك وفي حاله وهادئ، وكمان هو بده يفرجيك انه هو قادر يبدأ بداية جديدة لكن بعيد عنك مش قريب منك. الشخص اللي بده يتباعد بده يمسك على نفسه ويتباعد، احتمال الشخص هذا يتباعد عشان انت تبلش معه، انت يا بوجه تقدم له العرض يستعطفك، ايوه انه عارف انك طيب مش رح تقدر تبعد عنه، واذا تباعد رح انت تخاف عليه وبدك تعرف يعني شو اخباره وليش وليش تباعد اختفى. تختفي الشخص هذا عشان انت اللي تبلش، انت هون انت اللي تسال عنه وبتخليك تراقبه تعرف اخباره او تعرف انه بلش بدايه جديده او تباعد عنه. لأنه هو يتباعد، يبعد عنك بعيد كتير، يغير اتجاهه، يغير اتجاهه، يبعد، يستقر، يغلق على الموضوع مؤقتا. طب هم عموما بقولوا لك في نيو لاب، أنت شوف النيو لاب الجديد لأنه في حب جديد، وبقولوا لك إنه السلام الداخلي بيجي لما إحنا نؤمن في الحب، لما إحنا نؤمن إنه في حب في الحياة، يعني أكيد. إنه خليني أشوف لك بس كمان كارت قبل ما نسكر الحلقة، لأنه مش عارف الشخص هذا كيف شخصيته، يعني شخصيته مبينة مش مسؤول وبحب يعمل لهفات، يعني يعمل مقالب إنه يتخبى فأنت تقلق عليه فأنت تروح تسأل عنه، تمام؟ يعني مش إنه يحلها بالعقل، يعني هو عارف إنك أنت راح تقلق عليه وتصير تسأل هو طب وين اختفى؟ هو ليش تباعد؟ هو يمكن مريض فبده يخليك تقلق عليه هيك، يعني بحس انه بقيتش طفولي تفكيره طفولي، يعني بده يعمل حاله عنيد ويتباعد ويمسك نفسه. مرق الشخص ده علاقات متعدده، مرق بعلاقات كتير فهو عارف انه كيف يقدر يرجع العلاقه، يعني مرق التجارب كتير فعارف انه كيف يرجعك، يعاود يرجع اتجاهك لعنده. هون بيحكوا لك تذكر من انت، انت طفل قوي ومحبوب من الله، انت محبب للغايه، انت طفل محبوب تذكر ان مين انت، انت طفل محبوب، انت شخص محبوب من الله ومحبوب للغايه لانك انت طيوب، وقلت لك انت كطفل، يعني انت هو شايفك كطفل مشاعرك صادقه زي الثوب الابيض نقي. هو بيقول لك تذكر انت مين، واذا في حب حياتك الجديد خده، لان انت بحاجه انه تامن انه في حب. طيب عشان طب هل هذا الشخص بحبك؟ هو متحفز فيك جدا جدا مركز معي، لكنه الشخص هذا بيعرفش يتصرف في المواقف الصعبة في العلاقات، فشو بيعمل؟ بيهرب عشان انت تلحق، يعني بيخبي مشاعره وكل شيء عشان انه انت تحن له وترجع تشتاق له وترجع. ما بحبك جدا الشخص هاي الاوثنتيك اللي بتوقف كبس، يعني اكثر من هيك يعني هو مخبي حتى بديش يحكي لنا، بديش احكي لكم يعني كيف اللي كشفتوه عني. هلا احنا نعرف الشخص هذا بحبك جدا جدا، انت
بالنسبة إلى بحس معك الحرية، وبحس حالة أنه طفل أو مدلل، بحس حالة مدلل معك، وبحس أنك أنت بتفهم نظرة عيني، يعني لما أنت تشوف عيني بتفهم طوالي وتعطيه مثلا شو بده، فهو محتفظ فيك مش طالع من راسك نهائيا. خلينا نشوف انت يا جوز السرطان شو مشاعرك انت من ناحيته. انت مكسور قلبك، واو، انت تعبان جدا، انت في قمة تعبك، عشان هيك بيقولوا لك سامح، وان عشان تكتشف ان الحب موجود انه لازم تسامح، يكون في عشان يكون في سلام داخلي عفوا لازم تسامح، وعشان يكون في سلام داخلي كمان انه تؤمن في الحب، انه في حب. انت غلبان، انت مكسور قلبك لدرجة يعني. طب هذا الشخص شو عمل فيك؟ ولاش يعني حابين نعرف. غزك علاقة الشخص هذا، الشخص هذا غزك علاقة، غزك بشيء ما، او قصى عليك، كان قاسي عليك، قاسي الحكم. الشخص هذا كان قاسي عليك جدا، انت تعبان مخنوق، انت من التعب، كأنك مش قادر تحكي، يعني ملتزم الصمت. الشخص هذا تسلط عليك لأنه شافك طيب. الشخص هذا تعمد يكسر قلبك، وانت بتعرف انه هو تعمد يكسر قلبك، دخل طرف اخر عندك، الشخص طرف اخر يتلاشاك، واخذ علاقة اخرى، طرف اخر تأثر عنك بكلام كان قاسي جدا بالنسبة لك، كسر قلبك هذا الكلام، او الموقف اللي شفته هو كسر قلبك، هو كان يعني قاسي معاك، يعني بدون رحمة عاملك، بدون رحمة. برضه برج السرطان كمان احتمال انك تتعامل مع برج السرطان مثلك. او كأنه مثلا حط لك بلوك وهرب، حكى كلام كان قاسي بالنسبة لك، قصة على قلبك، هو شرد، تعب وشرد. يمكن حط لك بلوك وهرب فجأة، انت حطيت بلوك وخلص انهيت الموضوع، لانه قلبك انكسر خلص، يعني مش قادر تتحمل اكتر من هيك. طيب خلينا اشوف، حكينا احنا برج السرطان زي برج السرطان، بس اطلع من كسرات القلب هاي. خلينا نشوف نصيحة من التلات إلك يا برج السرطان. كيف مشاهدنا؟ ارمي الماضي ورا ظهرك، فكر في حياتك، واطلع من العلاقة الثلاثية. إذا أنت كنت في علاقة ثلاثية اطلع منها، وتقدم خطوات لقدام. في أشياء، في ميلاد جايك، وأنت محبوب من الله، وبس أنت محتاج تسامح، ومحتاج إنه أنت عشان تحس بالسلام داخلك وتمشي لقدام، محتاج إنك تؤمن في حب. يعني انت احتمال بيجيك اشخاص وانت بتقول لا بديش، انا بخاف، يمكن بس اعجاب يروح مثل الشخص اللي قبله. فانت قدم قدام، اترك كل شيء وراك، وفكر في مستقبلك، وفكر في نفسك، تقدم فقط، فكر في الاشي اللي في ايدك. انت في مشروع، في شخص امامك، في شيء، فكر في عائلتك. واذا انت حاسس انه العائلة هي مثلا قيدتك، مش قادر تطلع مسؤول انت عن عائلة، اطلع اكسر القاعدة وحب نفسك، تخليش يعني حبك للآخرين يكون على نفسك، يجي على نفسك. فانت بس قدمنا قدام، ارمي الماضي وراك، وفكر في مستقبلك، في حياتك انت. تابعين طاقات مائية، نارية، وهوائية، وترابي، كل الطاقات موجودة في القرآن.
شكرا لكم يا برج السرطان. اذا حابين تحكوا لي شو قصتكم وشو الشخص اللي سوا فيكم احكوا لي في التعليقات، لانه شكله يعني جايب اخرك للنهايه، جايب معك يعني انت تحملته فوق طاقتك. بس على فكره بدي احكي لك، اذا الشخص اللي تركك عشان طرف اخر فهو بنفس العمل حاليا، لكن انفصال قاسي، حق قاسي يعني بمر فيه. وهو على فكره في هذا الانفصال تذكرك و يتشوش انه كيف تركك وصار يقارن بينك وبين الشخص اللي بنفس العمل.